كالعادة كل مرة عندنا موعد مع شخصية من الشخصيات الجزائرية البارزة. اليوم في برنامج مع زهرة ضيفتنا في اللعبابسة. حقيقة وجدت روحي يعني امبيبي نحبيها قداك، هناك البيانو، هناك الإيقاع، وهناك العود. ونبغي الناس تزهى وخلاص. مع السهرة قبل ما تطلع كانوا يغنوا، شكون كان يغني؟ وليد توفيق ولا؟ أنا كنت أنا ندندن معاهم. أنا كوحدة مولودة في فرنسا وما عنديش جنسيتي الفرنسية لأنه مستمسكة بابا إنو زانتيغري الوطنية. لو كان صارت فيها وعندي باسبور ساعة ما نقعدهاش في مصر. بالنسبة للثنائيات جدا فرحانة أني عملت أنا كم هائل من الثنائيات. في اللواش تعلمت من دروس الدنيا الصبر. شكون اللي خسرتيه وندمتي عليه؟ غير بابا ويما الله يرحمهم.